نظم معهد الكويت للأبحاث العلمية ممثلا بمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية ورشة عمل للتنوع البيولوجي للكائنات الحيوانية في مناطق المد والجزر في الكويت بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية. وتهدف الورشة إلى بيان أهمية منطقة المد والجزر وطبيعتها المستمرة في تقديم الخدمات الأيكولوجية والثراء البيولوجي للكائنات الحيوانية المختلفة على الشريط الساحلي في البلاد. بيانات مشروع AM075C ستوفر مصدر إرشادي للمعلومات البيئية لعلماء المستقبل من خلال استكشاف مناطق المد والجزر في الكويت والتنوع الإحيائي والبيئي، بالإضافة إلى مساعدة جهات الدولة المهتمة في الحفاظ على المناطق والموارد الطبيعية. ما يجب إدراك أن التنوع البيولوجي في دولة الكويت يقع تحت ضغوطات مهددة من الأغراض، ونحن بحاجة لإجراءات سريعة وفعالة للتركيز على البحث العلمي والتخطيط الفعال ووضع القوانين الصارمة والسياسات الإدارية المناسبة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي العام من أجل الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية وحمايتها. الشريط الحدودي للكويت يمتد لمسافة 500 كيلومتر من الشمال للجنوب، ويشمل مساحات بيئية غنية ومناطق مثمرة بيولوجيا، مما يحقق التكامل والتوازن في البيئة البحرية. بيانات الناتجة عن المشروع سوف يتم عرضها في هذه الورشة، وستسلط الضوء على الجهود الحثيثة التي بذلها الباحثون والمهنيون والفنيون الكويتيون بالتعاون مع فريق متميز من الخبراء والمستشارين الدوليين الذين أنجزوا مهام المشروع بتصنيف وتوثيق التنوع الأحيائي لمناطق المد والجزر بدولة الكويت، والذي سيوفر مرجعاً ومصدراً إرشادياً رئيساً للمعلومات البيئية والتنوع الأحيائي ليس فقط للباحثين الحاليين ولمتخذي القرار، بل وحتى لعلماء المستقبل. التنوع البيولوجي مهدد بالانقراض، مما يستوجب التركيز على البحث العلمي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي العام بأهمية هذه الثروة الطبيعية. حسن بن غيام، تلفزيون دولة الكويت.